قال رحمه الله تعالى أبو حمزة السكري ومنهم أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون ثقة مشهور من أهل مرو. قال أحمد في رواية ابن هاني كان قد ذهب بصره وكان ابن شقيق قد كتب عنه وهو بصير. قال ابن شقيق صح حديثا ممن كتب عنه من غيره. قال النسائي في سننه في أبي حمزة هو مروزي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. علي بن مسهر ومنهم علي بن مسهر أحد الثقات المشهورين. قال أحمد في رواية الأثرم كان ذهب بصره فكان يحدثه من حفظه وأنكر عليه حديثه عن هشام عن نبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال وأنا، وقال إنما هو عن هشام عن نبيه مرسل. حمزة الله ومنهم أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون ثقة مشهور من أهل مرو. قال أحمد في رواية ابن هانئ محمد بن ميمون هذا من رجال الستة وثقة، وهو ممن قيل عنه بأنه قد اختلط، وقد تقدم من الحافظ بن رجب يذكر في هذا من قيل عنه بأنه اختلط، ثم يشير بعد ذلك إلى من قيل عنه بأنه تغير ولم يختلط، وأحيانا يميز بين حديث المختلط من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. وأبو حمزة السكري قيل بأنه قد تغير في آخره وهو ثقة، إذا لم يتبين خطأه فالأصل فيه القبول، ثم ذكر شرع بعد ذلك في علي بن مسهر وهو أحد كابر الحفاظ وقد خرج له الجماعة، ولكنه قد تغير بآخره، فحمل بعض العلماء بعض مفردات علي بن مسهر أن ذلك كان بعد التغير، وهذا لم يثبت عليه شيء واضح، فإنه لا يلزم من الخطأ أن يكون ذلك بعد التغير، فإن الثقة قد يخطي، لكن من ذلك زيادة علي بن مسهر عن الأعمش فليرقه. وقد روى الحديث الحفاظ عن الأعمش ولم يذكر واحد منهم هذه اللفظة، وهي لفظة شاذة. كذلك تفرد علي بن مسهر ببعض المفردات وبعض الزيادات تكلم فيها الحفاظ، قد أشرت أكثر من مرة أن خطأ المحدث لا يعني ترك حديثه، وأنه ليس من شرط الثقة أن لا يخطي، إنما من كثرت أخطاؤه وقل حفظه، وإذا ما قرئت رواية برواية الحفاظ تبين النكارة في حديثه فهذا الذي يترك حديثه. والرواة أقسام، القسم الأول الثقة الحافظ، فهذا يحتج بحديثه ولو أخطأ، وعادة مثل هذا يكون خطأه يسيرا. القسم الثاني الصدوق الذي يخطئ أحيانا، فهذا يقبل حديثه ويتقى خطأه. القسم الثالث الصدوق الذي كثر خطأه ولم يغلب عليه الخطأ، فهذا الذي قال عنه صدوق سيء الحفظ، وهذا يختلف فيه الحفاظ ويختلف في نظرهم، فمنهم من يقبله بشرط يستقيم مرويه ويوافق في رواية الحفاظ ولا يتفرد بأصل. الرابع الذي غلب عليه الخطأ فهذا لا يحتج بحديثه، كعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن عمر العمري المكبر وابن أبي السفر ونعيم بن حماد الخزاعي
القسم الخامس من اختلط ولم يتميز حديثه فهذا يترك كالليث بن أبي سليم. القسم السادس من اختلط وتميز حديثه فهذا إن كان ثقة فمن روى عنه قبل اختلاط قبل ومن روى عنه بعد اختلاط رد حديثه. ومن هؤلاء عطاء ابن السائب فهو في نفسه صدوق وقد اختلط فمن روى عنه قبل اختلاط كالسفيانين والأعمش وحماد بن زيد كان حديثه صحيحا. ومن روى عنه بعد الاختلاط كجرير ووهيب ونحو هؤلاء كان حديثه ضعيفا. نعم. وأنكر علي حديثه عن علي بن مسهر ومنهم علي بن مسهر أحد الثقات المشهورين قال أحمد في رواية الأثرم كان ذهب بصره فكان يحدثه من حفظه. وأنكر عليه حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال وأنا وقال إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. وعلي بن مسهر وفي مفاريد ومنها في حديث إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليرق وقد خرجه مسلم. وذكر الأثرم أحد أيضا عن أحمد لأنه أنكر حديثا فقيل له رواه علي بن مسهر فقال إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعده فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشيء يعتمد. ويلتحق بهؤلاء من احترقت كتبه فحدث من حفظه بواهم كما قاله غير واحد في ابن لهيعة وقد سبق ذكر ذلك. وقد تقدم أن جماعة العلماء يقولون ابن لهيعة لم تحترق كتبه إنما هو كان سيء الحفظ. وتقدم القول بأنه سواء احترقت كتبه أو لم تحترق كتبه فابن لهيعة سيء الحفظ قد ضعفه الإمام أحمد رحمه تعالى. فحين قيل تكتب حديثه قال أكتب ليعتبر به وضعفه يحيى بن سعيد القطان. وقد كان أحمد ضعيف حديث المتأخرين عنه وقال قتيبة ويحيى بن يحيى النسابوري آخر من سمع منه نقله عنه الأثرم. وقال أبو حاتم الرازي مروان بن محمد تأخر سماعه عن من ابن لهيعة فهو يحدث عنه حي يعني بمناكير. نعم ولكن لا يعني هذا أن رواية هؤلاء عن ابن لهيعة صحاح. ومن قام العلماء من رواية هؤلاء الصحاح يقصد أن روايتها صحت عن ابن لهيعة ثم ينظر في حكم ابن لهيعة. وكذلك قول من قال أن رواية العبادلة عبد الله بن واب عبد الله بن المقري عبد الله مبارك أعدل من غيرها هذا صحيح لكن لا يعني أنها أعدل من غير أنها صحيحة. هي أعدل من غيرها وهي ضعيف يعني أعدل الضعيف وأصح الضعيف كما إذا قال المحدثون هذا أصح شيء في الباب لا يعني أن الخبر صحيح فإن هذا أصح شيء في الباب وهو ضعيف. ومثل هذا كثير. قد تقدم عندنا في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وأن هذا حديث من رواية إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة. قد قال أبو حاتم كما في العلل هذا صح شيء في الباب وهذا لا يعني أنه صحيح. وناقشنا ابن حجر في قوله في البلوغ صححه أبو حاتم وقلنا إذا كان قد وقف على قول أبي حاتم في غير هذا الكتاب فهذا محتمل. فابن حجر واسع الاطلاع واسع العلوم واسع الحفظ وإذا كان فهم هذا من قول أبي حاتم فهذا غير صحيح. وقلنا إذا ثبت أن أبي حاتم صححه فهذا يرفع جهالة يوسف بن أبي بردة ولكن لم نجد هذا فعلى أن نستصحب أن يوسف بن أبي بردة مجهول الحديث. وإذا قال الترمذي عن هذا الخبر حسن غريب. وأورد احتمالا أن ابن حجر قد يقصد وصاحب حاتم يقصد ابن حبان لأن خبر رواه ابن حبان هذا غير بعيد ولكن لم تجري عادة العلماء بأنهم يقول عن ابن حبان أبو حاتم إلا وبالتقييد صاحب ابن حاتم ابن حبان. أما على الإطلاق فأبو حاتم المقصود به الرازي وفرق بين تصحيح أبي حاتم الرازي بين تصحيح ابن حبان بينهما بعد ما المشرق والمغرب. بالتالي إذا لم نجد تصحيحا لأبي حاتم الرازي فنستصحب ضعف هذا الخبر لجهالة يوسف بن أبي بردة ولتفرده بأصل لأنه لم يروي هذا الخبر غيره.
سمع راشد من سعد. لا ما سمع. معلول بالانقطاع. مرة سبب مسح السخين والعصايب هذا معلول بالانقطاع. راشد لم يسمع من ثوبان. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون، ويحدثون أحيانا من كتب كتابهم فيضبطون. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فمنهم عبد الرزاق بن همام. وقد تقدم أنه كان أنه لما كان بصيرا ويحدث من كتابه كان حديثه جيدا. الآن أشار الحافظ ابن رجب رحمه تعالى إلى تلخيص ما مضى، وأن طائفة من الحديث ثقات في أنفسهم فيحدثون فيهمون ويغلطون، وأحيانا طبقة منهم يكون لهم كتب فتضيع كتبهم فيقع الغلط ويقع الوهم في أحاديثهم، وهؤلاء كثيرون. لأنه تقدم عندنا الضبط نوعان: ضبط كتاب وضبط حفظ. طبقة من أهل الحديث عندهم ضبط كتاب ما عندهم ضبط حفظ، فيحدثون بحفظهم فيقع الغلط في حديثهم، كعبد الرزاق عنده ضبط حفظ وعنده ضبط كتاب، ولكنه قد تغير حفظه بآخره فكان يحدث من حفظه كثر الغلط في حديثه. وذاك يحيى بن معين يقول: أنا ما أخذت إلا من كتبه. ومن ذلك عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. تقدم عندنا الحديث عن عطاء بن السائب، سعيد بن أبي عروبة، سعيد الجريري، حصين بن عبد الرحمن، داود بن الحصين، وثال هؤلاء. وذكرنا أن هؤلاء على أربع طبقات، وشد هؤلاء ضعف من اختلط حديثه ولم يتميز، كالليث ابن أبي سليم. نعم. وما حدث من حفظه خلط. قال أحمد في رواية الأثرم بحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى عمر ثوبا جديدا فقال هذا كان يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب. وقد تقدم ذكر هذا الحديث في كتاب تقدم في الحقيقة تعليل هذا الخبر. ما عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثوبا جديدا على عمر فقال: البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. ظاهر اسناد الصحة، وهذا على شرط الجماعة. عبد الرزاق هو من أوثق الناس في معمر، قد خرج عنه أو روى عنه نحو من 10,000 حديث. ومعمر بن راشد الصنعاني ثقة ثبت، وهو من الطبقة الأولى في أصحاب الزهري. والزهري من أوثق الناس في سالم، وسالم من أروى الناس عن أبيه. وقد اغتر بظاهر هذا الإسناد جماعة من المتأخرين، وهذا من الفروق بين المتقدمين وبين المتأخرين، فصححوا هذا الخبر لأنهم يحكمون على الأحاديث بناء على ظواهرها: ثقة 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 والحديث صحيح. وهذا غلط، لابد من النظر في العلل، لأنه لا يلزم من ثقة الرواة صحة الخبر. وهذا الخبر معلول باتفاق الحفاظ، وإنما صححه المتأخرون، أما الأوائل لا يعرف عن أحد منهم بأنه صححه، وإن كان رجاله ثقات حفاظ، وإن كان رجاله ثقات حفاظا.
وقد غلط فيه عبد الرزاق وأخطأ فيه على معمر. نعم. وقال يحيى بن معين: ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا واحدا إلا من كتابي كله، وفي ومما أنكر على عبد الرزاق حديثه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: الخيل معقود في نواصي الخيل. أنكره أحمد ومحمد بن يحيى وقال لم يكن في أصل عبد الرزاق، وذكر الدارقطني. لكن الحديث الخيل معقود في نواصي الخيل القيام ثابت، لكنه ضعيف من طريق عبد الرزاق، ولا فأصله الحديث ثابت من طرق أخرى وأسانيد صحيحة. نعم. ذكر الدارقطني أن الصواب إرساله. وقال الدارقطني: عبد الرزاق يخطي في عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب، ومنهم الدراوردي عبد العزيز بن محمد أحد علماء أهل المدينة وثقاتهم. عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال الستة، قد احتج به مسلم في الأصول وخرج له أهل السنن وصححه له، وخرج له البخاري عدة أحاديث، وكثيرا ما يتابعه عليها غيره، ولكنه ثقة في كتابه. نعم. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء أو نحو هذا. فقيل له في تصنيفه فقال: ليس الشام في تصنيفه إن كان في أصل كتابه، وإلا فلا شيء، كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه. قال: ويقولون إن حديث عبد هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ليس له أصل في كتابه انتهى. نعم. قد غلط فيها الدراوردي ووهم في هذا الخبر، لأنه حدث به من حفظه ولم يحدث به من كتابه، فبالتالي اغتر بهذا الحديث من نظر إلى ظاهر الإسناد، ونظر الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، قال رجال كلهم حفاظ، كلهم رجال الستة، ولكن حين تنظر إلى كلام الأئمة فإن هذا الحديث غلط، والغلط من عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأن هذا الحديث من حفظه وليس في كتبه، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره من الحفاظ. وقد تقدم عن ابن معين أنه قال في حديثه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، إنه لم يكن في كتابه أيضا. وهذا أيضا تكل فيه من رواية عبد الرزاق، عفوا، من رواية الدراوردي، ولكنه ثابت في الصحيحين من وجوه أخرى، فالخبر صحيح. نعم. وإنه لم يكن في كتابه أيضا. وقال يحيى بن معين: الدراوردي ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه، ومنهم همام بن يحيى العودي البصري أحد الثقات المشهورين. قد تقدم عندنا أصحاب قتادة، ذكر الطبقة الأولى ثلاثة: سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي. ذكرنا الطبقة الثانية ومنهم همام بن يحيى، وقلنا الجماعة من العلماء ذكروا همام بن يحيى في الطبقة الأولى، وهذا هو همام بن يحيى البصري ثقة في قتادة، وفي الجملة أيضا ثقة. نعم. قال يزيد بن زريع: وعبد الرحمن بن مهدي كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، وكان يحيى بن سعيد لا يرضى كتابه ولا حفظه، ثم بعد ذلك قدم معاذ بن هشام فرأه يحيى يوافق هماما في أشياء، فكان يحيى يقول بعد ذلك: كيف قال همام؟ قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال عفان حدثنا يوما همام، فقلت له: إن يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد، لأن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث. قال: فذهب فنظر في الكتاب وجاء، فقال: يا عفان لا تراني أخطئ وأنا لا أعلم؟ قال عفان: وكان همام إذا حدثنا بقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. نعم. وأنه لأنه ثقة في كتابه ومتقن لكتابه، ولكن إذا اختلف شعبة أو هشام الدستوائي أو سعيد بن أبي عروبة مع همام بن يحيى البصري، فالقول قول هؤلاء الثلاثة، فكل واحد منهم في قتادة أوثق من همام بن يحيى البصري، وهمام بن يحيى البصري ثقة في الجملة ولكنه يخطئ، وأحسن ما يكون إذا كان قريب العهد بالكتاب،
يجمع بين الحفظ والنظر في الكتاب. وأما إذا تأخر نظره في الكتاب جاء تخليطه، لأنه لم يكن بذاك المتقن إذا لم ينظر في الكتاب. ولكن هو في الجملة ثقة وقد خرج له الجماعة. قال عبد الله وقال أبي ومن سمع من همام بآخره فهو أجود. نعم، لماذا يقول الإمام أحمد يقول من سمع من همام بآخره فهو أجود؟ ما أوسر في هذا؟ لأنه في آخر عمر كان يتعاهد كتابة فكان أجود، لأنه كان في آخر عمر يتعاهد كتابة فكان أجود. وما ما كان في أول عمره كان يعتمد على حفظه دون النظر في الكتاب فيقع الغلط. لأن همام كان في آخر عمره أصابته زمانه فكان يقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. ومنهم شريك بن عبد الله فترى منهم شريك الخطأ في الحديث حق ابن سيدة، لماذا لم نفهم معنى الرسالة؟ ماذا فهم عبد الرزاق؟ وكيف نحن نخطأ لما نفهم؟ إذا ما وجدنا كتاب في تصانيف عبد الرزاق فننظر فيه، نشدد في موضوعه، قد يكون ضعيف. يعني نجد الحديث الصحيحين هذا مما ضبط عبد الرزاق. شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله النخعي، ومنهم شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة قال يعقوب بن شيبة وغيره كتبه صحاح وحفظه فيه اضطراب. وقال محمد بن عمار الموصلي الحافظ شريك كتبه صحاح فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. قال ولم يسمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق. وقيل وقد قيل إن أصوله كان فيها الخطأ، ذكر محمد بن يحيى ابن سعيد ابن سعيد عن أبيه ابن سعيد القطان عن أبيه قال قد نظرت في كتب شريك فإذا الخطأ في أصوله. وفرق آخرون بين ما حدث به في آخر عمره بعد ولايته القضاء فضعفوه لاشتغاله بالقضاء عن حفظ الحديث. شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي يختلف عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. شريك ابن أبي نمر هذا قد خرج له الجماعة، أما شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي هذا من رجال الأربعة، وقد اختلف في هذا كما اختلف في ذاك، إلا أن القاضي النخعي الكوفي أضعف من شريك بن أبي نمر. وقد اختلف العلماء في شريك هذا، فمنهم من وثق مطلقا ومنهم من ضعف ومنهم من فصل في أمره في حالة يستقيم مرويه في حالة لا يستقيم مرويه، لأنه لم يكن شديد الضعف. قد قيل عنه بأنه قد اختلط وأنه اشتغل بالقضاء عن العلم فنسي كثيرا من العلم، ولكنه في الجملة سيء الحفظ ويخطئ كثيرا. نعم. وقال أحمد في رواية الأثرم وذكر سماع بن أبي نعيم عن شريك وقال سماع قديم وجعل أحمد يصححه. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله قال لي حجاج بن محمد كتبت عن شريك نحو من 50 حديثا عن سالم قبل القضاء، يعني قبل أن يلي القضاء. قال أبو حاتم حديث شريك من حفظه بآخره، وكان قد ساح حفظه عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فغلط فيه ورواه جماعة ولم يذكروا صائما محرما، إنما قالوا احتجم وأعطى الحجام أجره. لكن جاء في رواية أخرى عند البخاري وغيره من غير حديث شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس واحتج به البخاري في صحيحه، واحتج به كل من يقول بأن الحجامة لا تفطر الصائم، كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد فتكلم في هذا الحديث، ولكن تتبعت جميع كلام الإمام أحمد لم أراه تكلم على الروايات التي ساقها البخاري، إنما تكلم على روايات أخرى، وذاك الأظهر والعلم عند الله أن رواية احتجم والصائم محفوظة قد أوردها البخاري رحمه الله في الأصول. والصحيح من قولي العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائم،
وإذا كانت تضعف يمنع منها في النهار. قد كان ابن عمر يحتجم نهارا فعين ضعف كان يحتجم ليلة. نعم. وأنكر ذلك يحيى القطان. قال عبد الجبار محمد الخطابي قلت ليحيى بن سعيد زعموا أن شريك إنما اختلط بآخره قال ما زال مخلطا وبكل حال فهو سيء الحفظ كثير الوهم. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري أخطأ شريك في 400 حديث ومنهم محمد بن أبي سليمان فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة. قال أبو داود سمعت أحمد يقول محمد مقارب الحديث. معنى مقارب أي يقرب حديثه من حديث الثقات، ليس بالثقة ولكن يقرب حديثه من حديث الثقات. وحماد بن أبي سليمان كان من أهل الفقه ولو حديث يسيرة، وقد تكلم في غير واحد من العلماء لسوء حفظه، وهو الذي روى حديث رفع القلم عن 3، وكان من تلاميذ الإمام حماد بن زيد، وكان يأخذ عنه العلم وكان يتلقى عنه الحديث ولا يتلقى عنه الفقه. وكان حماد بن أبي سليمان إذا قدم حماد بن زيد تضايق ليبحث في الحديث، فقدم حماد بن زيد ذات يوم فنظر قال من هذا؟ قال حماد بن زيد. قال لا حياه الله. ما روى عنه سفيان وشعبه القدماء قال وهو هشام الدستوائي سمع منه قديما سماعه صالح، ولكن حماد بن سلمة عندهم عنه تخليط. ونقل الأثرم عن أحمد، وهذا أيضا منه حتى حديث رفع القلم حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، فذاك هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا على علي رضي الله عنه. قد قال علي لعمر وقد علمت، هذا يشعر بأن له حكم المرفوع، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي إسناده نظر، سواء من حديث عائشة أو من حديث غيرها. وأما حماد بن سلمة فقد تقدم التفصيل فيه وأنه على 3 مراتب. نعم. حتى لو كان له عناية جرب عليها الغلط والخطأ، خاصة أن هذه رواية حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان ويخطئ أكثر وأكثر أيضا. والقول بأنه إذا كان له عناية بالفقه يكون أضبط للحديث هذه مقولة متأخرة، ما كان الأوائل يقولون هذا، لم يعتبرون الحفظ الضبط. وهل يعني إذا ما كان له عناية بالفقه أنه لا يضبط؟ أما مسألة يكون له عناية بهذا الفقه فيحتاج وضبطه، قد أيضا يعكس على هذا يقول لك له عناية فتساهل فيه لن يحتاجه في المسألة الفقهية فتساهل في روايته، وهذا لا يبعد أيضا. ونقل الأثرم عن أحمد قال رواية القدماء عن حماد مقاربة شعبة والثوري وهشام الدستوائي، وأما غيرهم فقد جاءوا عنه بأعجيب. قلت له حجاج ومحمد بن سلمة، قال حماد على ذاك أي لا بأس به، قال وقد سقط فيه غير واحد مثل محمد بن جابر، وأشار بيدي فظننت أنه سلم الأحمر. قال الأثرم ولعله قد عنى غيره لقوله قد سقط فيه، يعني رووا عنه ما لا يرتضى. وقال أبو داود عن حماد عن أحمد قال ما روى سفيان وشعبة وحماد عن إبراهيم أحب إليه من رواية المغيرة عن إبراهيم، إلا أن في حديث الآخرين عن حماد تخليطا. وعلى آله وصحبه من قال رحمه الله تعالى النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأبات دون بعض وهو على 3 يضرب. نعم. المؤلف رحمه تعالى يقول النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهذا الفصل من أهم الفصول، وهذا الفصل من أهم الفصول، والعناية بذلك مهمة ومتعينة من أراد ضبط علم العلل. وينبه على ما تقدم التنبيه عليه مرارا أنه لا يجوز الحكم على الأحاديث بناء على ظاهر الإسناد، فقد يكون الحديث ثقة عن ثقة من أوله إلى المنتهى، ويكون في أكثر من علة،
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس. هؤلاء رجال الستة، هؤلاء رجال الستة، كذلك عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، هؤلاء أيضا رجال الستة. ومع ذلك هذا وذاك معلولان، إذا لابد من ضبط هذه القواعد. فإن معمرا وإن كان ثقة وإماما إلا أنه إذا روى عن أهل العراق كثر غلطه ووهمه، وخاصة إذا روى عن أهل البصرة. وثابت البناني بصري، إذا لا يجوز الحكم على ظواهر الأسانيد. ومن ثم كان هذا الفصل الذي يذكر الحافظ ابن رجب من الأهمية بمكان، وذاك من ضعف في مكان دون مكان، وفي رجل دون رجل. قد يكون الرجل ثقة لكن في فلان لا، كداود بن حصين ثقة لكن عن عكرمة لا، سماك بن حرب ثقة لكن عن عكرمة لا، عكرمة عمار ثقة لكن عن يحيى بن أبي كثير لا. فهذا من ضعف في رجل دون رجل. اسماعيل بن عياش عن أهل الشام ثقة، وعن أهل الحجاز وعن أهل العراق ضعيف. عبد الرزاق ثقة لكن إذا روى عن سفيان في مكة فحديثه ضعيف. ابن جريج ثقة ولكن في الزهري في كلام. الأوزاعي إمام أهل الشام في يحيى بن أبي كثير في كلام. فلا بد حينئذ من التنبؤ لهذه القواعد وهذه المسائل، ومن لم يكن محسنا لذلك لم يحل له الخوض في التصحيح والتضعيف، أن يصحح المنكرات ويقوي الأباطيل. نعم. الضرب الأول: من حدث بمكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث بمكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. معمر بن راشد، فمنهم معمر بن راشد حديثه ببصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأثرم حديث عبد الرزاق عن معمر أن أحب عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين. كان يتعاهد كتبه وينظر فيه يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. وقال يعقوب بن شيبة، هذا كان ذكر الآن في رواية أهل اليمن عن معمر. ومعمر إذا روى عن أهل العراق ولو روى عنه يمني فهو في كلام، لا نشتغل في ذلك يروي عنه عراقي، بل لو روى يمني عن عبد الرزاق عن معمر ومعمر روى عن عراقي يقع الغلط. وذلك موجود بكثرة في حديث عبد الرزاق عن معمر، في رواية معمر عن أهل العراق، فلا نشتغل في ذلك يكون قد روى عن معمر عراقي. قد تقدم الأمثلة على هذا، فمن ذلك عبد الرزاق عن معمر عن أيوب فهذا عبد الرزاق روى عن معمر، ومع ذلك غالط معمر على أيوب في أحاديث كثيرة. فمن ذلك حديث احلقوه كله ودعوه كله هذا في نظر، لأن من رواية معمر عن أهل العراق. قد تكلم يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ في ذلك. ومن ذاك رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين رأى لبس جديدة، قال البس جديدة وعيش حميدة ومت شهيدة. فهذا من رواية معمر عن الحجاز أيضا، وقد غلط فيه والحديث فيه غلط والخبر منكر باتفاق الحفاظ. ومن ذاك عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في حديث غيلان حين تزوج 10 نسوة حدث به معمر في العراق هكذا وغلط فيه باتفاق الحفاظ. وحين رجع إلى اليمن وحدث بالخبر أرسله
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رواية في اليمن أصح. وعلى هذا فمعمر عن أهل العراق في كلام، سواء روى عنه يمني أو روى عنه عراقي. نعم. وقال يعقوب بن شيبة: سمع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم في اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه، فيما فمن ما اختلف فيه باليمن والبصرة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من 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 الشوكة، رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة عن سهل مرسلا، ورواه البصرة عن الزهري عن أنس، والصواب المرسل. ومنه حديث إنما الناس كابن مئة، ورواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعة، ورواه البصرة عن مرة كذلك، ومرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومنه حديثه. لكن هنا هذا حديث صحيح لا إشكال في صحته، إنما الكلام فقط في ترجيح إسناد على إسناد، ولا في حديث الناس كالإبل المئة متفق على صحته ولا نزاع في ذلك، إنما فقط الكلام هنا على ترجيح طريق على طريق. وأنا معمرا إذا روى في العراق غلط، بينما إذا روى في اليمن كان حديثه أتقن وأضبط. وسيذكر ابن رجب مجموعة من هؤلاء الحفاظ الذين إذا رووا الحديث في بلادهم أتقنوا، إذا خرجوا عن بلادهم كان في حديث شيء، كهشام بن عروة إذا روى في المدينة كان حديث أضبط من روايته في العراق، فعبد الرحمن بن أبي الزناد إذا روى عنه مدني كان حديثه أصح من رواية العراقيين عنه، كإسماعيل بن عياش إذا روى هو عن أهل الشام كان حديثه جيدا، إذا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز كان حديثه منكرا ولا يحتج به. فلا بد من التمييز بين الرواة، ولا يجوز الاقتصار على مجرد معرفة أن فلانا ثقة وأن الآخر ضعيف. لا بد أن تعرف أن ثقة فلان لا تعني الثقة المطلقة، فقد يكون ثقة في فلان ضعيفا في الآخر، ومن ثم جرى التنبيه على معنى على شرطهما أكثر من مرة. وقلت فيما مضى بأنه لا صح القول بأن الحديث على شرطهما إلا إذا كان رجال هذا الإسناد من رجال الشيخين على نسق واحد ووتيرة واحدة، وأما إذا لم يكونوا على نسق واحد فلا يصح القول أنه على شرطهما، ولو كان رجال الإسناد موجودين في الصحيحين، لأن البخاري ومسلما قد اتقيا رواية فلان عن فلان، ولكن حين يروي عن غيره يخرجان له. فمن قال بمن خرج لهم الشيخان على شرطهما ولو لم يكون على نسق واحد فقد غلط، فإن هذا أحيانا يترك البخاري لعلة، وهذا موجود. ومن ثم لا يسلم للحاكم فيما قال على شرطهما إلا ما يبلغ عدد الأصابع، وما عدا فكله غلط. بل جزم بعض الحفاظ أن لا يوجد في المسدك على شرطهما أصلا، بأن لا يوجد على شرطهما أصلا. نعم في أهل الصحاح نعم، لكن على شرطهما لا. نعم. ومن حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر سوى الحديث. قال أحمد في رواية ابن صالح: معمر أخطأ بالبصرة في أسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا، هشام بن عروة ومنهم هشام بن عروة. وقد سبق قول الإمام أحمد كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن أو قال أصح. نعم هذا الصواب، أن رواية أهل المدينة عن هشام أصح، رواية مالك عن هشام أصح من رواية أهل العراق، وهذا لا يعني أن رواية العراق ضعيفة، لا،
إنما قد يقع الغلط في رواته للعراق، وعلى وهذا يبعث على التثبت في مروياته للعراق عن هشام بن عروة، لأنه إذا ذهب إلى العراق انبسط في الحديث، وأحيانا يسند ما لا يسند في المدينة، وهذا ما نبه عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ، وهو الذي أشار إليه الإمام أحمد. وقال يعقوب بن شيبة: هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، وذلك فيما حدث بالعراق خاصة، ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش بسند الحديث أحيانا، يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا، لأنه يقلب إسناده كأنه على ما يذكر من حفظه، يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتقنه وأسنده وإذا هابه وأرسله. وهذا فيما نرى أن كتبه لم تكن معه في العراق فيرجع إليها، والله أعلم. عبد الرحمن بن أبي الزناد، ومنه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه قوم وضعفه آخرون منهم يحيى بن معين. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به ابن الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة. قال: وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليمان الهاشمي عنه فهو فيها حسان، نظرت فيها فإذا هي مقاربة، وجعل علي يستحسنها. يزيد بن هارون: عبد الرحمن بن الزناد في ثلاث مذاهب للعلماء. المذهب الأول ضعيف مطلقة كقول ابن معين. المذهب الثاني أنه ثقة مطلقة. المذهب الثالث أنه ما روى في المدينة فحديثه جيد ويحتج به ويصحح، وما روى في العراق فحديثه ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد في نفسه صدوق سيء الحفظ، ولا يتقن جيدا إلا فيما روى في المدينة، وأكثر ما يقع الغلط في حديثه في العراق. ومنهم يزيد بن هارون. قال صالح بن أحمد: قال أبي يزيد بن هارون: من سمع منه بواسط أو هو أصح ممن سمع منه ببغداد، لأنه كان بواسط يلقن فيرجع إلى ما في كتب. نعم، يزيد بن هارون ثقة ثبت، وهو أحد أكابر الحفاظ، قد خرج له الجماعة، وهو من شيوخ الإمام أحمد. إذا حدث بواسط كان حديثه في الذروة، وإذا حدث في بغداد كان حديثه دون ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه ضعيف، لا، هو ثقة في بغداد وفي واسط، ولكن إذا وجد غلط فهذا من أحاديثه في بغداد. وعلى هذا في مرويات يزيد في بغداد تحتاج إلى تثبت أكثر، وليست هي ضعيفة بل هي مقبولة، ولكن إذا وجد اختلاف بينه وبين غيره وثبت عندنا أن هذا رواه في بغداد، نقدم رواية غيره على روايته، ونجعل هذه قرينة على ترجيح الآخر عليه، بخلاف ما لو حدث به في واسط، فننظر حين إلى القرائن الأخرى ونقصي هذه القرينة في الترجيح. وقد تكلم طوائف من أهل العلم في خادم مخلد، صواب أنه إذا روى عن سليمان بن بلال ولم يخالف الثقات أنه يحتج بحديثه. قال عن معمر الشيخ وما عمل في بلال، يعني ضعيف لأنه روى عن العراق، وتقدم أن معمر بن راشد روى عن العراق عموما، سواء روى عن أهل الكوفة أو عن غيرها أو أهل الكوفة كالبصرة، فالأعمش من أهل الكوفة وما عمل في شيء ما أتقن ولا ضبط، فذكر روى عن البصرة كثابت البناني فإنه ضعيف أيضا. صواب أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طرق أخرى. الضرب الثالث: ما حدث عنه أهل مصر وأخطي إطليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. أبا بن منذر ثقة متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه، وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة وما خرج عنه في الصحيح، فمن رواياتهم عنه، وأهل الشام يرون عنه روايات منكرة، وقد بلغ الإمام أحمد برواية الشامي عن إلى
وقد بلغ الإمام أحمد برواية الشامي عن إلى أبلغ من الإنكار. يعني الإمام أحمد رحمه تعالى كان يطعن في رواية زهير بن محمد الخراساني إذا روى عنه أهل الشام، لكن جاء رواية عن أحمد قال كأن الذي يروي عنه الشام رجل آخر، فلا يرى أنه هذا، وذلك اختلاف حديث وتباينها. فإذا روى عنه العراق أتقن، فإذا روى عنه الشام أتى بأحاديث غريبة وأحاديث منكرة، فكان الإمام يقول هذا رجل آخر ليس هو هذا. نعم. قال أحمد في رواية الأثرم الشاميون يروون عنه أحاديث منكر مناكير، ثم قال ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو معامر أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نقل هذا، أما بواطيل فقد قاله. وقال البخاري في زهير روى عنه ابن مهدي والعقدي ومعو موسى بن مسعود، وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. قال أحمد كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. وقال البخاري أيضا روى عنه الوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة مناكير عن ابن منكدر وهشام بن عروة وأبي حازم. قال أحمد كأن الذي روى عنه حديثه بالشام أنكر من حديثه في العراق لسوء حفظه فيما حدث من حفظه ففيه غريط، وما حدث من كتبه فهو صالح. قال ابن عدي لعل الشاميين عنه شاميين حيث روى عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى. وقد خرج له الترمذي برواية شاميين عنه غير حديث كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وحديث قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن الحديث. والحاكم يخرج من رواية الشاميين عنه كثيرا كالوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة، ثم يقول صحيح على شرطهما وليس كما قال. نعم، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم، ومن الأخطاء التي وقع فيها كثير من أهل الحديث، فيرون زهير بن محمد من رجال الشيخين ثم لا يميزون فيقعون في الغلط، وأكثر من وقع في هذا الغلط هو أبو عبد الله الحاكم، فنوات إلى رواية الشاميين عن زهير بن محمد الخراساني وقال عن هذه الروايات مستدركة على شرط الشيخين وهي كلها منكرة لا يصح منها شيء، وكل من روى من أهل الشام عن زهير بن محمد فحديثه ضعيف لا يصح بحال ولا يقبل عن زهير بن محمد إلا ما روى عنه العراقيون. وعلى هذا أو هذا يجرنا للحديث حدثنا عنه بالأمس أن معنى على شرطهما يكون على نسق واحد، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الحاكم وغيره، حيث يأتي إلى زهير بن محمد ومن رجال الشيخين ثم يأتي إلى الوليد بن، وليس في الصحيحين رواية هذا عن هذا، لأن كان يتقون رواية الشاميين عن زهير ابن محمد، وإنما يقبلون رواية العراقيين، وليس في الصحيحين من رواية الشاميين عن زهير ابن محمد، إنما كانت الرواية من رواية العراقيين، وهذا يدفع إلى ضرورة ضبط العراقيين وضبط الشاميين، كلنا خمسة من الشاميين علماء الشام. وعنك الأوزاعي الوالد بن مسلم بحير بن سعد علي بن مسلم اسماعيل بن عياش خمسة من العراقيين صراحة أحمد بن حنبل أبو داود وسفيان وكيع ودرس جستاني لكن ما في مانع، لكن عطنا من المشهور اللي يروونه قريبين من عاصر زهير بن محمد يرون عنه قريبين من عاصر زهير بن محمد أو يرون عنه يزيد بن هارون وعمر العقدي ومثل الطبقة عبد الرحمن بن مهدي
رحمن بن مهدي وكيع شعبة سفيان لا من عيلة صابن مكي أيوة من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ومن محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني الرقي الإمام الرباني. ذكر مسلم في كتاب التمييز أن سماع حديث الحجازيين منه يعني أنه صحيح. قالوا في حديث العراقيين عنه وهم كبير قال: ولعله كان يلقن فيتلقن يعني بالعراق. وذكر أن ذكر الاستسعاف العتق في حديث ابن عمر إنما رواه عن ابن أبي ذئب ابن أبي بكير قال وسمعه ابن أبي بكير قال وسمعه منه بالعراق فيما نرى. وأما ابن أبي فديك فلم يذكر عنه السعاية وهو سماع الحجازيين. ذكر المؤلف رحمه تعالى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وهو ثقة من الحفاظ والفقهاء وأهل الفتوى وقد خرج له الجماعة. وأشار في هذا إلى أنه قد تغير حفظه وأخطأ في أحاديث وحديث السعاية هو لم يتفرد فيه فالخلاف فيه مشهور وقد تقدم تقريره أكثر من مرة. وأن القول بأن اللفظ مدرج أصح وفي من ذهب إلى تصحيح الخبر وتقويته. وأما محمد فالأصل فيه أنه ثقة وأنه حجة فيما يروي ما لم يتبين غلطه وهذا يشارك فيه الآخرون. ولكن هو إذا روى عنه طائفة أو روى عن طائفة قد يشدد في حديثه أكثر من غيره وهذا لا يمنع من قبول حديثه ومن توثيقه. نعم. ومنهم أيوب بن عتبة اليمامي. ذكر أبو عثمان البردعي عن أبي سرعة قال: حديث أهل العراق عن أيوب بن عتبة ضعيف ويقال حديثه باليمامة صحيح. أيوب بن عتبة اليمامي حديث العراقيين عنه ضعيف كما قال المؤلف. ثم ذكر أن حديثه باليمامة صحيح والمقصود بصحيح أي أنا أصح من حديث العراقيين. ليس المعنى أنه صحيح بمعنى أنه مقبول يحتج به فهذا في نظر لأن أيوب بن عتبة نفسه ضعيف سواء كان من حديث أهل العراق أو من حديث اليمامة عنه. ولكن رواية العراقيين أضعف من رواية اليماميين ورواية اليماميين عنه أصح من رواية العراقيين. وهذا لا يختلف عن قول الحفاظ وهذا صح شيء في هذا لا يقصدون به أنه صحيح قد يكون هو الصح الضعيف. ومن ثم ينبغي التفضل لقول الدارقطني رحمه الله تعالى في علله حين يذكر الطرق ويقول هذا أصح أو هذا الصحيح يقصد الصحيح من الطرق ثم يبقى النظر في هذا الطريق هل هو ثابت أم غيره ثابت. لأن الدارقطني رحمه الله لا يقصد أن هذا الخبر ثابت. ومن ثم حين ذكر الإمام أبو حاتم في العلل لابنه حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو حاتم وهذا صح شيء في هذا الباب. فهم من الطائفة لأنه يصحح هذا الخبر ونسبه إلى أبي حاتم بأنه قد صححه وهذا في نظر. إن كانوا قد عثروا على قول أبي حاتم بأنه صححه فهذا شيء وهذا لم نجده لأبي حاتم. وإن كان قد أخذوا من قول أبي حاتم هذا تصحيحا للخبر فهذا غلط. فإن أبي حاتم قال إن هذا صح شيء في الباب وهذا صحيح هو صح شيء في هذا الباب. لأن كل الحديث الواردة في خروج من الخلاء منكرة هذا الحديث أحسنها وأجودها
ومع ذلك في تفرد، تفرد به إسرائيل عن يوسف، وتفرد به يوسف عن أبيه، وتفرد به أبوه عن عائشة، فهو حديث غريب. وإسرائيل ثقة ويوسف لا يعرف، ولم يصحح خبره أحد من الأئمة المبرزين، حتى أبو عيسى الترمذي رحمه الله حين ذكر هذا الخبر في جامعه قال وهذا حديث حسن غريب، ولم يذكر صحته. لو صححه الترمذي لقلنا ارتفعت جهالة يوسف، ولو ثبت تصحيحه بحاتم لقلنا ارتفعت جهالة يوسف. فعلى هذا نعل الخبر بعلتين. العلة الأولى جهالة يوسف، العلة الثانية تفرده في أصل، ومثله لا يقبل بالتفرد في الأصول. النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ في إضافة بخلاف حديثهم عن بقية الشيوخ، جماعة كثيرون، فمنهم محمد بن سلمة البصري رضي الله عنه، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت الناس حديثا عن ثابت، وكذلك حديثه شرحنا طبقات أو درجات حماد بن سلمة، وقسمنا حديث محمد بن سلمة إلى ثلاث درجات. ما هي؟ طبعا الدرجة الأولى إذا روى عن قتادة فإنه ضعيف، لن يضطرب في حديث قتادة، الطبقة الأولى الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا روى عن ثابت البناني، عن ثابت أو عن حميد الطويل فهو أصح شيء. نعم إذا روى عن غير هؤلاء فإنه حسن الحديث ما لم يتبين خطأ أو مخالف. إذن هذه قول العلماء في حماد بن سلمة. نعم. وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان وحافظ الله، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق أيضا. وتقدم أيضا قلنا أن رواية حماد بن سلمة عن علي بن جدعان قوية، ولكن ليس معنى ذلك أن علي بن زيد احتج به. فمن قال من المحدثين بأن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان صحيح، هذا صحيح، لكن الفهم قد يخون بعض الناس فيفهم منه أنه يقصد أنه يحتج به، وهذا غلط، فإن علي بن زيد نفسه ضعيف، ورواية حماد أعدل من غيره وأحسن، ورواية حماد عن علي صحيحة وعلي ضعيف. نعم. قال يعقوب بن شيبة حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم متقن لحديثهم مقدم على غيره فيهم، منهم ثابت البنان وعمار بن أبي عمار. وقال أحمد في رواية الأكرم لا أعلم أحد أحسن حديثا من حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها، يختلفون عنه اختلافا شديدا. وقال في رواية أبي الحارث ما روى حماد عن حميد. وقال في رواية أبي طالب حماد عن بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثه. وقال أيضا في روايته حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما يخالف الناس في حديثه، يعني في حديث حميد. وقال أحمد في رواية علي بن سعيد محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة رواية عنه. وأما سماعه من أيوب فسمع منه قديما قبل حماد بن زيد، ثم تركه وجلسه حماد بن زيد فأكثر عنه، وكان حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة. قاله الإمام أحمد أيضا السبب في أن حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة أن حماد بن سلمة لزمه قديما ثم تركه، ثم لزمه بعد ذلك حماد بن زيد إلى أن فارق الدنيا، فكان حديث حماد بن زيد في أيوب من حديث حماد بن سلمة، وهذا ليس تضعيفا لحماد بن سلمة عن أيوب، وحماد بن سلمة عن أيوب صحيح ويحتج بمثله. ولكن إذا اختلف حماد بن زيد حماد بن سلمة في أيوب فالمقدم حماد بن زيد، وحماد بن زيد في الجملة أوثق من حماد بن سلمة، ولكن حماد بن سلمة في ثابت البناني أوثق الناس. حماد بن سلمة في ثابت أوثق من حميد الطويل، وأوثق من ابن مغيرة، وأوثق من حماد بن زيد،
انتهى. وقال في رواية حنبل حماد بن سلمة يسند عن أيوب حديث لا يسندها الناس عنه،